بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وموعد جديد مع أصدقاء جدد في رحلة المعرفة. مواضيعنا متنوعة ومتعددة ودائما نحو هدف واحد يجمع بين الترفيه والمعرفة. اليوم رحلتنا تتجه نحو رياضة اشتهر بها نبلاء روسيا في العصور الوسطى، ولكن هي أساس الحروب للدفاع عن النفس ضد الأعداء في العصور القديمة، وتطورت الآن ليصبح مسماه المبارزة بالسيف. قوانينها عديدة وضوابطها متعددة، ولكن متعتها تستحق عناء التمرين. فقبل أن نتعرف على أسراره ومميزات هذه الرياضة، دعونا نتعرف على فريق رحلتنا اليوم. ممن يتكون؟ المبارزة بالسيف رياضة عريقة ذات تقاليد نبيلة، ويستطيع الإنسان ممارستها في مختلف الأعمار، لكن أفضل سن لبدء تعلم اللعبة للوصول إلى مستويات عليا هو من عمر 9 سنوات إلى 12 سنة. ودائما تجد ممارسي هذه الرياضة يتمتعون بالعديد من الصفات البدنية والذهنية والشخصية، أهمها سرعة رد الفعل، التوافق العضلي والعصبي، الرشاقة، المرونة، وسرعة البديهة، هدوء الأعصاب، والصبر، والقدرة على التحمل. كما أن لاعب المبارزة يظل مشدود القامة معتدلاً مدى الحياة. ويعتقد البعض خطورة لعبة المبارزة، لكن الواقع أنها أقل خطراً من العديد من الرياضات الأخرى. لا تخاف، ما راح نتبارز، ولكن ناخذ حلقة خاصة عن المبارزة. لكل رياضة قواعد، وأولى قواعد المبارزة بالسيف هي الملابس المتخصصة لهذه اللعبة. دعونا نتعرف على أسماء الملابس ووظائفها. السترة أو سترة السلاح، وهي السترة التي يرتديها المبارز حتى يحمي جسده من السيف، وتكون مصنوعة من القماش الأبيض المرن ولا تنكمش بسهولة، ويبطن أعلى الذراع والبطن والصدر، كما يجب أن تغطي كل أجزاء الجسم، وتكون مقاساتها مريحة حتى يستطيع المتبارز التحرك بأريحية. الصديري
يرتديه اللاعب ليحتمي من الهجمات القوية. القناع يرتديه المبارز حتى يحمي وجهه من الضربات التي ربما على نحو الخطأ تطول وجهه، وهو شيء خطير. القفاز إنها شيء أساسي للمبارزة، وذلك لتساعده في مسك السيف بإحكام وعدم تعرض اليد إلى التعرق، ويؤدي ذلك إلى انفلات السيف من يده. عادة ملابس المبارزة تمتاز أن لونها أبيض، لونها أبيض بمعنى أن تمتاز أن فيها جاكيت وبنطرون، الجاكيت والبنطرون متناسقين مع الإدلاق مع كذا، تلقى لاعب مبارزة شكله أبيض كامل مميز بلبسة، زاد يكون عنده قناع، القناع يسمى ماسك عشان يحمي وجهه، القناع هذا يحمي الوجه بما فيه الكفاية. اللبس بالنسبة للبدلة زائد البستة الكهربائية تسمى البستة الكهربائية، هذه اللمسات. البستة الكهربائية تستخدم في وصلة ورانا نلقاها بسلك، إذا شفنا اللاعب دائما وراء يكون سلك، السلك هذا فيه كهرباء 12 فولت، 12 فولت يعني بمعنى بطارية السيارة أو بطارية أحد ألعابك اللي تلعب فيها، فما في مشكلة من ناحية الكهرباء. الميزة في الكهرباء هذه أنها توصل السيف إذا حاشني أو السيف إذا حاشة، توصل الكهرباء عشان يبين اللون الأحمر أو الأخضر حسب الهدف. إن رياضة المبارزة هي رياضة ممتعة وتحتاج إلى قوة بدنية وسرعة هائلة وخفة في الحركة، وكذلك تحتاج إلى الدقة. المبارزة عندنا ثلاث أسلحة بمعنى ثلاث ألعاب مختلفة، لعبة تسمى الفلوري، لعبة تسمى الأبي، لعبة تسمى السبر. الفرق بينهم دائما يكون الهدف يعني اللمسة، أو الفرق بينهم نوع الملابس في بعض الأحوال. لعبة البارزة بدأت حديثا عندنا، وعندنا أبطال كثيرين في الكويت، منهم أبطال على مستوى الخليج بأعمار 13 سنة وال14 سنة وال15 وال16 سنة إلى غاية 17 سنة. عندنا أبطال بالمراحل هذه بالخليج، وعندنا أبطال على مستوى آسيا وغرب آسيا. نتمنى يكون واحد فيكم بطل يوم من الأيام في اللعبة هذه، لكن تحتاج ممارسة. اللعبة بشرح بسيط، هي مبارياتها عبارة عن 5 لمسات، ال5 لمسات تقام في 3 دقائق، ال3 دقائق هذه اللي يفوز فيها 5-1 5-2 أو 5-4، في النهاية يكون الفائز فلان ضد فلان. إنها لعبة ورياضة تعود بنا إلى الفتوحات الإسلامية والحروب، عندما كان هناك العديد من الرجال الأقوياء الذين يحاربون في سبيل الدفاع عن دينهم وعقائدهم. الحلو في اللعبة إن هي ما فيها صعوبة، الصعوبة اللي احنا متوقعينها، وثانيا ما فينا أحد ما يحب رياضة الفروسية أو المبارزة أو السباحة، بالتالي المبارزة أحد الرياضيات التاريخية معنا. لو جينا نتكلم عن المبارزة نلقاها تاريخها قديم بما فيه الكفاية لغاية الإنسان الأول نبتدي فيها، بالتالي المبارزة اختلفت، غيروا شوي في سيوفها، وهذا أحد أنواع سيوف المبارزة اللي احنا نستخدمها في المبارزة، هذا يسمى الفلوري. ولكن الفرق بين تلك العصور والآن هو ركوب الخيل، فالآن المبارزة بالسيف تكون على ملعب معدني وعازل لضربات السيف، وتنتهي المباراة إما بتسجيل اللمسات أو بانتهاء الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المدرس حبيب خزعل من النادي العلمي الكويتي. أنا أدرس ميكانيكا سيارات يا أحبائي، واليوم راح أشرح لكم عن القديم والجديد. قبل الماكينة كانت في طبعا المكاين تي أنواع، في منها 4 سلندر وفي ماكينة 6 سلندر. 6 سلندر تي نوعين لازم ننتبه، تي طوالية إنزين حرف ال وتي حرف ال في، هني 3 سلندر وهني 3 سلندر إنزين. وبعد في عندي الماكينه 8 سلندر. الحين راح اتكلم عن القديم وعن الجديد. الماكينه قبل 8 سلندر كانت حديد، والحديد كانت فيه وايد مشاكل وكانت كلها ميكانيكيه. لما شوي شوي مع الايام تطور العلم والحين صرنا بالتكنولوجيا، شنو صار ويانا؟ صار الماكينه اللي هي موجوده هذه اللي معاي. قبل الماكينه كانت حديد، والحديد كان اذا احتر يطول على ما يبرد. الحين صارت كلها الومنيوم وصار فيها شغلات بلاستيك. صار فيها شنو؟ شغلات بلاستيك. قبل كانت كابريتر، والحين صارت بخاخ. البخاخ هو أحسن شغلة أوتوماتيكية بروحه، هو يعير نفسه إذا كنا في الشتاء أو كنا بالصيف. نظام الكهرباء فيها قبل كان هما ميكانيكي، قبل كان هما ميكانيكي، الحين صار إلكتروني. صار فيها بس وايرات بخاخ، وايرات كويل صارت إنزين، وصار عندي شغلة اسمها كويل، وعلى طول تعطي النارية على البلاك اللي هو هذا البلاك اللي داخل، اللي هو هذا هي اللي راح تعطيه الناريه. والبخاخ هو هذا البخاخ اللي راح تشتغل. طبعا الثلاجه، طبعا شلون طريقه الماكينه؟ الماكينه هي عباره عن خلاطه، هي عباره عن خلاطه راح تخلط لي البنزين مع الهواء وتعطيها شراره من الكويل، واير الكويل هذا زين، وراح تشتعل وتعطيني شراره. الماكينه هذه خلوها الومنيوم عشان تصير اخف بالوزن زين، والالومنيوم اخف واحسن بالحراره زين. وحطوا فيها شغلات بلاستيك اللي هي هذه، حطوا هذه كلها بلاستيك، هذه شغله بلاستيك حطوا فيها، هي هذه اللي تشفط الهواء وتخلط لي البنزين مع الهواء. هذا هي قلب السياره يعتبر، هذه البخاخات اللي تصير 8 سلندر، هني 4 سلندر وهني 4 سلندر. يا أحبائي بعد ما ينشفط الهواء داخل من الثلاجة وينخلط مع البنزين، راح ننتقل حق شنو؟ حق رأس الماكينة. يروح هو حق رأس الماكينة، راح يدش عبر الفتحات هذه اللي هي 1 و2 و3 و4 و5 و6، راح يدش فوقها. راح يدش وين؟ راح يدش حق شغلة اسمها صباب البنزين. صباب البنزين هذا راح يبطل بشكل بسيط. هذول اسمهم غرف الانفجار، هذه غرفة انفجار. ليش؟ لأن هني راح يدش الهواء والبنزين وأنا محتاج شغلة عشان أفجره. محتاج شنو؟ محتاج نارية اللي هي هذه النارية، اللي هي هذه النارية اللي أنا محتاج إني راح أفجره فيها، اللي هو البلاك اللي راح تعطيني 12 فولت. طبعا هذه شنو وظيفتها؟ الكويل هذا وظيفته زين إنه يحول كهرباء البطارية تكون 12 فولت، هو راح يحول كهرباء البطارية من 12 فولت إلى 12000 فولت، عشان أنا محتاج يعني هذه اسمها غرفة انفجار، أنا محتاج يعني شرارة قوية أنها تفجر الهواء والبنزين اللي فوق الصباب. بعدين بالحالة هذه شنو راح يصير؟ هذا هو البستن، لما ينفجر راح يضغط البستن هني فوقه وراح ينزل الهواء لتحت، يخلي البستن ينزل لتحت، وبهذه الطريقة راح تشتغل الماكينة. الماكينة هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن خلاطة راح تخلط لي الهواء والبنزين وتطلع لي طاقة وتخلي السيارة تمشي. دائما في ناس تشوفهم يحتاجون يقول لك والله أنا أحتاج سيارة 8 سلندر، أو أحتاج سيارة 4 سلندر، أو أحتاج سيارة 6 سلندر. شنو هي الفرق بين السلندرات؟ السلندرات يعني يقصدون البستن هذا يكون كم واحد داخله، يمكن تكون داخله فيه 4، يمكن تكون داخله فيه 8 من هذا. هذا هو الشكل، هذا هو شكل البستن اللي تكون فيه 8 سلندر. إذا 8 سلندر يعني فيه 8 من هذيلة، إذا فيه 6 سلندر تكون فيه 6 من هذيلة، إذا 4 سلندر راح تكون فيه 4 من هذيلة. أنا محتاج إنزين هذا السلندرات. شنو فائدة السلندرات إذا غلت أو زادت السلندرات؟ هذه الحين الماكينة 8 سلندر، الفائدة شنو؟ إذا كانت 4 سلندر راح يكون مصرف السيارة قليل، مثل سيارات المطاعم اللي تروح وتي. ليش يأخذون 4 سلندر؟ إن مصرف البنزين يكون فيها قليل، استهلاكها قليل، استهلاك السفايف، تكون خفيفة بالشغل، بالعمل، روحة وردة تكون جدا خفيفة. إذا 6 سلندر يكون فيها 6 من هذه راح تصرف بنزين شوي أكثر من الـ4 سلندر، وتكون شوي أقوى في المشي. الـ8 سلندر اللي هي هذه الماكينة كلها اللي أنا هني هي قدامي اللي قاعد أحركها، هذه الماكينة 8 سلندر تكون وايد قوية وراح تستهلك بنزين أكثر، وتكون راكبة على سيارة جدا كبيرة، مثل تكون راكبة على السيارات الكبيرة اللي تنقلنا وتودينا.
هذه هي الثمانية سلندر. الثمانية سلندر طبعا لما أنا أقول ثمانية سلندر هي ثمانية هذه، مو الصبابات، ما أقصد الصبابات هذه، هذين الصبابات هذا صباب بنزين يكون كبير، صباب اكزوز يكون كبير. إذا أنا بطلع صباب البنزين وبطلع صباب الاكزوز شنو محتاج؟ محتاج في شغلة اسمها مكبس الصبابات، اللي هو هذا مكبس الصبابات اللي أنا راح أطلع منه، راح أطلع منه ال راح أطلع فيها الصباب بالشكل هذا. أنا راح أضغط هني عليه، ضغط فيه وراح أطلع، طلعت هذي الاثنين حلو، وهذا هو السبرنج قاعد أطلع الحين وياي، هذا هو السبرنج. وفي شغلة اسمها إحنا نسميها ربلة الصباب اللي هي هذه، اللي هي هذه، وهذا هو صباب البنزين أنا طلعته، هو هذا صباب البنزين اللي أنا طلعته. الحين أرد إذا بطلع صباب الإكزوز أقلب الرأس بالطريقة هذه، صار المكان فاضي هني في صباب البنزين وهذا صباب الاكزوز. انا هني شنو سويت؟ طلعتهم على اساس اني اشرح لكم شلون تصير الطريقه. لما السياره راح تشتغل شنو راح يصير؟ راح يبطلون الصباب، الماكينه شفطت هواء، شفطت هواء وبنزين. لما تشفط هواء وبنزين شنو راح يصير؟ شفطت هواء من فوق من الثلاجه ونخلط مع البنزين، راح يفتح الصباب بالشكل هذا، شكل صغير يفتح، بعدين يرد يسكر، بعدين البلاك هذا اللي داخل راح يعطي شراره. لما تعطي شراره شنو راح تسوي؟ راح تدز البستن لتحت، قوه الضغط شنو راح تسوي؟ الحين دش هواء وبنزين، فتح الصباب ودخل هواء وبنزين، قوه الضغط شنو راح تسوي؟ راح تدز البستن لتحت. لما تدز البستن لتحت بعدين البستن شنو راح يسوي؟ خلاص صار عندي غاز ثاني اكسيد الكربون، الحين بطلع شنو راح يسوي؟ البستن راح يصعد مره ثانيه كذي، يرجع مكانه. لما يرجع مكانه شنو راح يصير؟ راح يفتح صباب الاكزوز بالشكل هذا، ما يفتح وايد، لا راح يفتح شيء بسيط اللي هو كذي. لما يفتح شنو راح يسوي؟ راح يطلع غاز ثاني اكسيد الكربون، يطلع من الفتحه هذه اللي هي الاكزوز اللي هو هذا بالشكل هذا، هذا هو الاكزوز اللي بالشكل هذا. طبعا كل فتحه راح تكون بروحها نفس الطريقه هذه. هذه يعني اربع سلندر فيها هني، شلون هني ليش نقول هذه السياره ثمانية سلندر؟ بس نقول هني ثمانية، هني اربعة، وهني الجهه الثانيه هم كذلك فيها اربع سلندر، يعني تصير اكزوزين فيها. عندي كويلات اثنين راح يكون فيها ثمان كويلات، اكزوزين راح يكون عندي اكزوزين، اكزوز يمين واكزوز يسار. حلو؟ راح يكون عندي اكزوز يمين واكزوز يسار. اذا كانت السياره اربع سلندر راح يكون كل شيء واحد واحد، ليش؟ لان الماكينه راح تكون حرف ال، يكون عندي راس بس شنو راح اغطي منه؟ واحد اثنين ثلاث اربع، واغطي اثنين، يكون بس هذا هو الراس، راس الماكينه. اذا ستة سلندر راح تكون بالطول. حلو كلامي؟ هذه هي انواع المكاين وشلون تشتغل السياره وشلون نروح وشلون نرجع. طبعا السياره يا احبائي شيء وايد مفيد انزين في حياتنا اليومي، ما نقدر نستغنى عنه. في احد يقدر يستغنى عن الماي؟ ما حد يقدر يستغنى عن الماي. في احد يقدر يستغنى عن الهواء؟ ما حد يقدر يستغنى عن الهواء. هم من السياره ما نقدر نستغنى عنها، السياره كانت في اشكالها او باحجامها ما نقدر نستغنى عنها، كانت باص او سياره او جيب او صالون، احنا محتاجين السياره في حياتنا اليوميه عشان نروح المدرسه، نروح الطبيب، نروح نلعب، نروح نستانس، نروح نرجع، نروح نزور أهلنا، نزور أقربنا، لازم تكون السيارة موجودة. أحبائي الأطفال الحين راح نتعرف على واحد من الأولاد اللي كان ويانا في رحلة النادي. نتعرف على اسمك؟ سيد علي مجيد القلاف. سيد علي مجيد القلاف والنعم، كم عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة العمر كله إن شاء الله. سيد، أنت جيت ويانا للنادي وشفت أنواع الألعاب، شفنا السباحة، شفنا المبارزة، شفنا كرة القدم، وشفنا أنواع الألعاب. أي لعبة عجبتك؟ سباحة. السباحة، يعني لما تكبر مثلا ممكن نشوفك أنت سبيح مثلا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. طيب شنو هي هوايتك؟ كرة قدم. آه، شلون هوايتك كرة القدم وحبيت السباحة؟ زين، ودك الحين في المستقبل تلعب كرة القدم ولا سباحة؟ سباحة. السباحة، يقول السباحة، خلاص هو اللي يختار. طيب إن شاء الله لما تكبر وين راح تشتغل؟ طيار مدني. طيار مدني، يعني ممكن أنا يوم من الأيام أسافر من بلد إلى بلد أشوفك أنت الطيار؟ ان شاء الله، ليش لا؟ هم عندنا ولد نتعرف عليه، نشوف شنو اسمه؟ علي محمد القلاف. علي محمد؟ القلاف. علي محمد القلاف والنعم، كم عمرك؟ 12 سنة. 12 سنة، العمر كله ان شاء الله. علي اي صف؟ سادس. شاطر ولا مو شاطر؟ شاطر. يقول انا شاطر في المدرسة. علي، انت جيت ويانا اليوم للنادي واحنا الحمد لله شفنا الكثير من الالعاب. اي لعبة عجبتك؟ مبارزة. المبارزة؟ يعني مثل هذول؟ زين، يعني يوم من الايام ان شاء الله تكبر نشوفك مثلا ماخذ الميداليه الذهبيه في المبارزه؟ ان شاء الله. ان شاء الله، ليش لا؟ طيب علي، قلت لي اسمك علي صح؟ علي،
تكبر إن شاء الله أكيد راح تشتغل صح؟ وين راح تشتغل؟ دكتور. دكتور طبيب يعني؟ ما شاء الله، هم طبيب هم رياضي، وأنتوا تدرون أن العقل السليم في الجسم السليم. إيش قاعد تسوي؟ السلام عليكم، شو أخبارك؟ زين. شو اسمك؟ حمزة. حمزة إيش؟ صلاح الإبراهيم. حمزة صلاح الإبراهيم. حمزة كم عمرك؟ 12. أنا أشوفك قاعد تتمرن وايد، الظاهر أنك نشيط ما شاء الله. إيه. زين تعال تعال يمي، دائما نشيط أنت؟ إيه. في أي صف أنت؟ سادس. صف السادس. شاطر ولا مو شاطر؟ شاطر. يعني نجحت هالسنة؟ إيه. إن شاء الله بعد الصيف يعني تكون صف السابع؟ إيه. إن شاء الله، يقول بعد الصيف راح أكون في صف السابع. طيب إن شاء الله تكبر وتتخرج من المدرسة ومن الجامعة، وين راح تشتغل؟ دكتور. دكتور يعني طبيب، ما شاء الله ما شاء الله. في شيء في بالك يعني دكتور مثلا أعصاب، دكتور عيون، دكتور أسنان، دكتور قلب؟ دكتور أسنان. دكتور إيش؟ أسنان. دكتور أسنان، إن شاء الله يوم الأيام نشوفه دكتور أسنان ونروح عنده نعالج أسناننا. لقينا ولد قاعد بروحه، ما أدري حقيقة ليش هو قاعد بروحه، خلنا نتعرف عليه ونشوف شو السبب. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو اسمك؟ حسن عبد الله غضنفر. حسن عبد الله غضنفر. حسن ليش قاعد بروحك؟ ما أدري. تعبان يمكن شوية صح؟ لا مو تعبان؟ زين ليش قاعد بروحك؟ ليش ما تلعب مثل اليهال؟ ما لي خلق. يقول ما لي خلق، ما يخالف. طيب حسن كم عمرك؟ 12 سنة. ما شاء الله. شاطر في المدرسة؟ اي نعم ان شاء الله، دوم تكون شاطر. طيب حسن ان شاء الله لما تكبر وين راح تشتغل؟ دكتور. راح تكون دكتور ما شاء الله، اليوم عندنا وايد دكاترة. طيب احنا جينا ويا بعض للنادي وشفنا انواع الالعاب، شفنا المبارزة والسباحة وكرة القدم وتنس الطاولة، كل انواع الرياضة شفنا، اي لعبة عجبتك اكثر شيء؟ كرة القدم. كرة القدم، يعني يمكن يوم من الأيام نشوف مثلا طبيب وكذلك يلعب كرة القدم صح؟ صح. السلام عليكم أيها الأحباء الصغار، سأروي لكم اليوم قصة جميلة ومفيدة حدثت في عهد الإمام علي عليه السلام. الإمام علي عليه السلام أراد مرة أن يصلي بالناس وكان يقف خارج المسجد يهودي. أراد ذلك اليهودي أن يسأل الإمام سؤالاً يعجز عن الإجابة عليه، فيلهيه بهذا السؤال عن أداء الصلاة. فجاء إلى علي عليه السلام وقال له: يا علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عنك: أنت باب العلم لكثر علمك، وأريد أن أسألك سؤالاً عجزت بالرد عليه. فقال الإمام علي عليه السلام: اسأل. قال اليهودي: أريد أن أسأل ما هي الحيوانات التي تبيض وما هي الحيوانات التي تلد؟ فقال الإمام علي عليه السلام: الجواب سهل. تعجب اليهودي ظنا منه أن الإمام سيلتهي في الصلاة وهو يتذكر الحيوانات التي تلد والحيوانات التي تبيض، ولكن قال الإمام علي عليه السلام: كل حيوان له أذنان بارزتان يلد، وكل حيوان ليست له أذنان بارزتان لا يلد. سبحان الله، كم أن العلم الحديث أثبت صحة ما قاله الإمام علي عليه السلام. وللعلم يا صغار، كان هناك خلاف كبير بين العلماء على الحوت إن كانت له أذنان بارزتان أم لا، فأثبت العلم الحديث مؤخرا أن للحوت أذنين، إذن فهو يلد. بارك الله فيكم، أشكركم لاستسقائكم ومع السلامة.